السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم. درس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن 15 قاعدة في اللغة الإنجليزية، بحيث نراجع مع بعض بعض القواعد في اللغة الإنجليزية. نبدأ في How many books are there؟ يعني كم عدد الكتب الموجودة؟ إذا لاحظ دائما نعرف إحنا There is يوجد، There are يوجد. إذا كان مفرد نستخدم is، إذا كان جمع نستخدم are. إذن there are. There is one book. يوجد كتاب واحد. أو ممكن استخدم a. There's a book. إذن كتاب واحد. There are two books. يوجد أو هناك كتابين. إذن عندما يسألني how many books are there، تكون الإجابة there is، أو أكون بجاوب there are. إذا كان مفرد أستخدم there is، إذا كان جمع أستخدم there are. Is it your bag؟ يعني هل تكون أو هل هي حقيبتك؟ نفس السؤال هذا ممكن is it نفسها is it، بدل your bag أستخدم yours. هل هي لك؟ إذا لاحظ صفة ملكية your، yours ضمير ملكي، your كان عندنا bag حطنا الاس مجرد تسهيل المعلومة، لكن احنا نعرف your صفة ملكية يأتي بعدها اسم، yours ضمير ملكي يأتي في نهاية الجملة. إذن is it your bag؟ هل هي حقيبتك؟ is it yours؟ هل هي لك؟ yes it is my bag. نعم إنها تكون حقيبتي. نفسها yes it is، بدل عندنا my bag أستخدم mine. yes it is mine. نعم إنها لي. نفس الشيء your yours my mine. which bag؟ أي حقيبة. which one؟ أي واحدة. أستبدل كلمة bag ب one. which bag which one؟ the red bag. إذا الحقيبة الحمراء the red one. إذا أيضا الحقيبة الحمراء، بدلا عن bag أستخدم one. one person two people. إذا شخص واحد أو شخص وحيد two people شخصين. one child طفل واحد two children طفلين. إذن child ضيف R-E-N two children. one woman امرأة واحدة two women امرأتين. لاحظ في عندنا حرف A أثناء الجمع تصبح E. one woman two women women. one man رجل وحيد two men رجلين. one person two people. one child two children. one woman two women. one man two men. all must some. all الكل او الجميع، لاحظ العدد كم يكون العدد. must معظم، لاحظ اذا كان عندنا هنا 8 بيكون عندنا must معظم بيكون مثلا 5 اقل. some بعض بيكون 3 اقل. اذا all الكل must معظم some إذن البعض. and but or لاحظ and إذا كان شيء سلبي سلبي أو إيجابي إيجابي نستخدم and يعني بمعنى و. but إذا كان سلبي إيجابي أو إيجابي سلبي نستخدم لكن. or إذا كان أو للتفضيل بين شيئين أو الاختيار بين شيئين، تفضيل أو الاختيار نستخدم or. إذن and و but لكن or أو و لكن أو. I can run and jump أستطيع أن أركض وأقفز. لاحظ run jump. I can run and jump. لاحظ run and jump. I can walk أستطيع أن أمشي. نضع لاحظ كما فاصلة but I can't fly لكن لا أستطيع أن أطير. لاحظ هنا أستطيع شيء إيجابي but I can't لا أستطيع إذن شيء سلبي. إذن نستخدم but. I can walk but I can't fly أستطيع أن أمشي لكن لا أستطيع أن أطير. A bird can't read لا يستطيع طير أن يقرأ or أو ride a bike أو يقود دراجة. إذا نستخدم or.
لاحظ how كيف نسأل به عن الحالة. How did he come in؟ كيف جاء أو كيف دخل؟ لاحظ نستخدم ظرف. الظرف دائما بيكون منتبه الواي صفة ضف لها الواي تصبح ظرف. quickly إذا بسرعة. slowly ببطء. slow بطيء. slowly ببطء. quick سريع. quickly بسرعة. careful إذا حريص أو حذر. carefully إذا بحذر أو بحرص. لاحظ الجملة هذه he is slow هو بطيء. نريد أن نستخدم ظرف الواي يأتي بنهاية الجملة. he came in slowly إذا دخل ببطء. he came in quickly دخل بسرعة أو مسرعا. إذا نستخدم الظرف لنعبر عن حالة الفعل. لاحظ استخدمنا in the morning يعني في الصباح، لا نقول on. in the afternoon في فترة الظهيرة. in the evening في المساء، لكن night لا نقول in night، at night إذا في الليل. لاحظ the إذا جاء بعد حرف صوتي لازم يكون، لا نقول the afternoon the evening، لكن إذا جاء حرف ساكن نلفظها the morning the afternoon the evening. الحرف الصوتية كما نعلم حرف ال O ال A ال I ال U ال E. إذا ال O ال A ال I ال U وال E إذا هاي الأحرف الصوتية. مثل هذا السؤال، إذا كان عندنا one bug إذا حشرة واحدة or lots of bugs الكثير من الحشرات، أو نستخدم a lot of كثير من. lots هي نفسها a lot of. لاحظ إذا كان حشرة واحدة نقول what does a bug eat إذا ماذا تأكل الحشرة. لاحظ bug ممكن نستبدلها، يعني مو شرط نتكلم عن bug، ممكن cat ممكن dog وهكذا. what does a cat eat ماذا تأكل القطة. what does a bug eat لاحظ استخدمنا does لماذا؟ لأنه حشرة واحدة، لا يوجد عندنا s المفرد الغائب. لماذا؟ لأنه عندنا s. lots of bugs إذا كان كثير من الحشرات. what do bugs eat لاحظ هذه s الجمع، عندئذ نستخدم do. what do bugs eat ماذا تأكل الحشرات. لاحظ هنا it لأنه واحدة نستخدم does، هنا عندنا they عندئذ نستخدم do. that ذاك أو تلك. this هذا أو هذه. these هؤلاء. those أولئك إذن أولئك. these هؤلاء. this هذا أو هذه. that ذلك أو تلك. this و these نستخدمها للقريب. that و those للبعيد. إذن وعدنا this و that for one thing شيء واحد. these those for two or more things لأكثر من شيء. لاحظ this is a car هذه سيارة قريبة مني وأيضا واحدة. that is a plane تلك طائرة، إذا طائرة بعيدة عني إذا استخدم that. this these للقريب. that those للبعيد. لاحظ عندي إضافة الـ ER للمقارنة. long نضيف الـ ER longer مباشرة نضيف ER long longer. short shorter عند إضافة الـ ER مباشرة نضيفها. لكن إذا كان عندنا happy منتهي بواي قبل حرف ساكن، عندئذ أحذف الواي أستبدلها بـ I وضيف ER. happy happier سعيد تصبح السعد. big نضيف ER تصبح bigger، عندئذ نضاعف الحرف الساكن الأخير ونضيف ER. لماذا؟ لأنه حرف ساكن وعندنا حرف صوتي وحيد. إذا كان كلمة ألف من نقطة ألف ذو واحد وحرف ساكن وقبل حرف صوتي، عندي أضافة الـ ER وضاعف الحرف الساكن الأخير وضيف ER. long طويل. longer أطول. short قصير. shorter أقصر. happy سعيد. happier أسعد. big كبير. bigger أكبر. لاحظ made بالمضارع make بالمضارع made بالماضي made بالتصريف الثالث. make يصنع. made صنع. made
مصنوع إذا بتصريف الثالث. لاحظ a window is made of glass، تصنع النافذة من الزجاج. windows are made of glass، تصنع النوافذ من الزجاج. لاحظ a window لو عندنا نافذة واحدة نستخدم is، windows في عندنا is الجمع استخدمنا are. ننتبه حذفنا أو عندنا وضعنا is الجمع عندنا حذفنا الآ، لا نستطيع أن نقول a windows كيف مفرد وجمع مع بعض، إذا نحذف الآ عند الجمع ونستخدم آر بالجمع إز بالمفرد. لاحظ made of مصنوع من، يعني material مادة معينة، made in مصنوع في بلد معين، made of مصنوع من، made in مصنوع في. لاحظ want هي اختصار لي well not، دائما نشوف want اختصار well not. I'd like اختصار I would، I would like، يختصرون الأربع حروف هذه يضعون أبوستروفي، أحبه أو أوده I'd like. لاحظ عندما استخدم أو عندما تحدث عن ترتيب شيء معين first أولا then ثم next بعد إذن finally أخيرا first أولا. لاحظ then ثم next ليست بمعنى second ثانيا and third ثالثا، لا، إذا تختلف first أولا then أقوم بهذا الشيء أو الشيء الآخر next التالي finally وأخيرا. she has got يعني لديها، نختصرها she's got، نحذف ال h وال a نضع apostrophe، نفس الطريقة بس مختصرة. he's got أصلها بشكل كامل he has got، أيضا بمعنى يملك. مثال he's got a new car، لديه سيارة جديدة. I brush my hair، إذا أسرح شعري، إذا فرشي شعري بمعنى أسرح شعري. she brushes her hair، لاحظ عندما استخدمنا الضمير she عند إذا نضيف الفعل es، لماذا es؟ لأنه إذا كان الفعل منتهي ب x ch sh double s z عند إذا نضيف الفعل es، مثل عندنا الفعل watch يشاهد نضيف es watches، إذا هاي اسم المفرد الغائب لكن عشان صورة اللفظ نضيف e watches she brushes her hair. إذا كان فعل آخر مثلا he eats، لاحظ he eats عند إذن فقط نضيف s، لكن كما قلنا إذا كان فعل منتهي أحد هذه النهايات نضيف es. بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم. إذا تكلمنا في هذا الفيديو عن 15 قاعدة في اللغة الإنجليزية حيث رجعناها واستذكرناها سويتها. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.